يواجه الممثل المصري بيومي فؤاد حملة انتقادات شديدة على منصات التواصل الاجتماعي بعد تصريحات له خلال فعاليات موسم الرياض يلوم فيها زميله محمد سلام الذي كان قد اعتذر عن عدم المشاركة في عرض المسرحية الكوميدية زواج اصطناعي في المهرجان الترفيهي السعودي تضامناً مع سكان القطاع. وقبل 3 أيام من بدء الموسم نشر الممثل المصري محمد سلام مقطع فيديو اعتذر فيه عن عدم المشاركة في الفعاليات المقررة في ظل العنف الذي يشهده القطاع، وقال: لا أتخيل تقديم مسرحية ونغني ونرقص وأخوتنا يقتلون ويذبحون، أشعر إذا فعلت ذلك فكأني خذلتهم ويكفي ما نحن فيه من سكوت. أعمل مسرحية وهزر وغني وارقص وإخواتنا في فلسطين عمالين يتقتلوا. الأمر الذي دفع الممثل بيومي فؤاد للتوجه إلى الجمهور في ختامها منتقداً زميله محمد سلام دون أن يسميه، وقال: من حقك أنك تعتذر عن المسرحية، لكن ليس من حقك أن تسيء إلى فنك، ونحن لم نأتي لكي نضحك حضراتكم، نحن نقدم فننا المصري وأنتم تحترموننا ونحن نحترمكم جداً، وفقاً لموقع مونتي كارلو الدولية. من حقك انك تعتذر عن المسرحيه، لكن مش من حقك انك تغلط في فنك. وتباينت ردود الفعل على كلام بيومي فؤاد في الفيديو المتداول، وتراوحت بين توجيه التحيه له من متابعين سعوديين فيما انتقد مصريون اسلوب فؤاد واكدوا على تقديرهم لمحمد سلام، حيث رصد موقع في الفن المصري تراجع عدد المتابعين لحساب الممثل المصري على شبكه فيسبوك بحوالي 600,000 شخص، أي ما يقارب 9,800,000 إلى 9,200,000 متابع. وكان من أبرز هذه الانتقادات ما نشرته المخرجة المصرية البارزة كاملة أبو ذكري عبر حسابها على فيسبوك، حيث قالت: الأستاذ الفنان الذي كنت واحدة من محبيه، عندما تعرض هذه التفاهة وجارك يذبح هو وأطفاله ونساؤه وتقول لي الفن، فلن أقول غير أن الإحساس والفن نعمة، أنتم آخر من يتكلمون عنها. وفي المقابل دافع الإعلامي المصري عمرو أديب عبر فضائية NBC مصر عن موقف فؤاد ليلة الأحد، وتساءل متعجباً عن ردود أفعال المصريين: ما هذا الذي تفعلونه مع بيومي فؤاد؟ ما هذا السباب؟ ماذا فعل؟ وتابع مستنكراً حجم الانتقادات بأن فؤاد لم يكن ليتعرض لهذا لو كان عرض المسرحية في إسرائيل، مشيراً إلى أنه قام فقط بعمله، إنه ممثل. الشتيمة القبيحة دي، ده لو بيشتغل، ده لو راح يعرض في إسرائيل ما كنتوش هتعملوا فيه كده.